يعني عجيب غريب هذا التأويل اللي يصير من بعض الأصوات اللي هي تابعة للتيار الصدري بأنه لا هم مع المتظاهرين مع العصر. هذا مو صحيح. نرجع إلى الإطار. أعتقد أن جلسة مجلس النواب ستعقد في بغداد إن شاء الله، ستعقد حسب معلومة عندي ستعقد بأكثر من 200 نائب برلماني، قد يصل، وأنا مسؤول عن كلامي، يعني من 200 إلى 200 عفوا من 250 إلى 256 نائب حاضر. جلسة مجلس النواب، هسه تقول لي مجلس النواب، جلسة مجلس النواب هل ستعقد للانتهاء من رئاسة الجمهورية؟ أنا حسب معلوماتي أقول لك لا، ستعقد جلسة تمهيدية ربما لمناقشة بعض القوانين، ومن ثم ربما إلى ما بعد الظهر أو بعد العصر أو ربما ثاني يوم الانتهاء من رئاسة الجمهورية بعد المشاورات بين الحزبين الكرديين، والانتهاء من رئاسة الجمهورية والانتهاء تماما من حسم رئيس الوزراء للسيد الشيع السوداني. الإطار مصمم على أن تعقد الجلسة، مصمم على حضوره، متمسك بمرشحه.